لأن السياسة اللي كيقوم بها الحكومة وكيقوم بها السيوهبي سياسة تدعى كما وزارة الفلاحة دمرت الجينات ديال السلاسل ديال الأغنام وديال الأبقار المغربية، وكما دمروا الفلاحة الوطنية والاحتياطي ديال الزريعة المغربية، اليوم هناك تدمير ممنهج للعرق المغربي، تدمير ممنهج لأجيال قادمة. فتح المغرب أمام التجار بالبشر وأمام الفساد العابر للقارات، ما معنى أننا ندعو العالم أن نقول لهم أجي وراه هنا الفساد غير محاسب عليه، دخل الأوطيل فسد لينا في عيالاتنا دار لينا اللي بغيتي، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أننا نسعى إلى تحويل المغرب من دولة إسلامية دولة محافظة إلى دولة تتاجر بنسائها، وهذا غينتج لنا واحد طائفة جديدة من المغاربة، طائفة غادي ننتج على هذه العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، وهذا هو الخطر. الخطر ماشي هو مغربي ومغربيات تخباو مشاو للبرتوش كذا، الخطر اللي هو أبعد هو فتح أمام هذه الأزمات، أمام إغلاق الشركات، فتح المغرب أمام التجارة ديال الفساد، وهذا هو الكارثة، خصوصا في الفنادق السياحية. الميساج راه معروف فين غادي. تم اعتقال واحد السيده تنظن في وهذوك اللي تبعوها السيوهبي اللي تبعوا، الحمد لله ان السياسه الامنيه لا زالت تطبق القانون الجنائي بحذافره، لان القانون الجنائي كما قال السيوهبي ما عرفش فين هو الفصل، وذاك الدبخشي راه ما كاينش الفصل موجود، وعنده يحسب له شي مدير فندق يتبعوه به راه غيديه غير الحبس. راه القانون موجود، إعداد أوكار للدعارة ممنوع أنك توجد غرف أو توجد ديور وديرها للدعارة، راه من ممنوع قانونا، كيتسمى إعداد أوكار للدعارة، العقوبة فيها كتوصل لخمس سنين ديال السجن، وهذا الشيء اللي وقع في سيدي قاسم ربان. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.